هزة أرضية في الباحة بلغت قوتها 4.3 درجات، سجلت مراكز رصد الزلزال صباح اليوم الأربعاء الموافق 31 من شهر أغسطس هزة أرضية إلى الجنوب من منطقة الباحة بلغت قوتها 4.3 درجات على مقياس ريختر في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، وتم التسجيل في تمام الساعة 9:34 صباحا وعلى بعد 18 كيلومتر جنوب منطقة الباحة في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، وشعر بها سكان منطقة الباحة ومناطق المجاورة. نسأل الله السلامة. هزة أرضية يشعر بها سكان الباحة. أعزائي المتابعين، وكده بنكون وصلنا لنهاية خبرنا اليوم. دمتم بأمان الله وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.